رجعنا لحضراتكم مرة تانية وانضم لنا في الفاصل عضوة من أعضاء الفريق بليفرز بسمة الشرقاوي. أهلا بيكي معانا يا بسمة. انضميتي للفريق من إمتى؟ بقالك قد إيه ودورك إيه معاه؟ أنا انضميت لفريق بليفرز من 8 شهور بالظبط. أنا أصلا في مجال دراستي ومجال شغلي في العادي ملوش أي علاقة خالص، ما كنتش أعرف أصلا أي حاجة خاصة بالتجارة الإلكترونية، ولكن كنت بتابع في السوشيال ميديا فسمعت عن الموضوع، حاولت ان انا اوصل لاي حد من الفريق يعني بحيث ان انا اعرف يعني اكتر، لان كان في حاجات كتير جدا بتتكلم عن الموضوع، وخصوصا ان اي شاب او اي شابه في الفتره دي بيبقى عايز يعمل حاجه جنب شغله او جنب دراسته عشان يزود دخله. انا اصلا مغتربه من البحيره، فقاعده هنا بمحاضر منتدب في جامعه عين شمس، وفي نفس الوقت بدرس يعني وبشتغل حاجات تانية جنب شغلي، وعندي طلبة، وفي نفس الوقت أنا بحب العمل المجتمعي وبحب خدمة الناس. زي ما قال زميلي علي إن أحلى حاجة عجبتني في الموضوع إن هو فيه خدمة للآخر، تخلي من مفهوم الأنا للآخر، إن أنا أوكي أنا هستفيد وسكيلز بتاعتي هيبقى فيها تنمية، وفي نفس الوقت هساعد غيري، وفي نفس الوقت هكسب وكل حاجة وهتعلم ده، وأنا من الشخصيات الأوبن إن هي تتعلم حاجة جديدة في حياتها يعني. ولقيت سبورت كبير جدا صراحة خلال من داي وان، من أول يوم، ولقيت سبورت لده، ما خفتش يعني. أنا كنت في الأول خايفة إن أنا ممكن ما أعرفش إن أنا أكمل في المجال، بس الحمد لله يعني قدرت إن أنا أساعد فريق كبير جدا من حتى من الطلبة بتوعي اللي عندي اللي أنا بدرس لهم، فقدرت ان انا اساعدهم ان هم كمان يعملوا حاجه جنب دراستهم بحيث ان هم اول ما يخلصوا دراسه يبقى عندهم الانكم بتاعهم الثابت، او ان هم اتعلموا حاجه يقدروا ان هم يغزوا بيها سوق العمل. وحضرتك عارفه ان دلوقتي الفتره اللي احنا فيها في شباب كتير جدا عنده وقت فراغ، وقت الفراغ دوت اكبر حاجه كارثيه تقدر ان هي تدمر اي شاب يعني. طيب انا عايزه برضو عايزه اعرف منكم ايه الحاجات الأساسية اللي بتقولوها للشباب، يعني ده واحد النهاردة جاي ينضم للمجموعة أو عايز يتعلم منكم، إيه أهم الحاجات؟ واحد اتنين تلاتة كده. أهم حاجة خالص في البداية لازم الشاب أو الشخص اللي هيبتدي معانا لازم يبقى عنده طموح. ده مهم جدا، لأن من غير الطموح مش هيقدر يعمل أي حاجة، هيفضل واقف في مكانه. ده رقم واحد. رقم اتنين لازم يبقى able to learn، عنده قابلية إن هو يتعلم، لأن من غير التعليم مش هيقدر يعمل حاجة. طيب فاحنا عندنا السيستم ده شغالين عليه بقاله فتره كبيره جدا، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نساعد شباب كتير جدا من خلال السيستم ده. هو هيبتدي يتعلم زي ما اتفقنا، يبقى احنا عندنا الطموح، عندنا هيبقى قابليه للتعليم، يبقى عنده مصابره، لان ده هو مشروع بس مش مشروع تقليدي. فلازم ما يستناش ربحيه من اول شهر او تاني شهر، ممكن يبقى فيه ربحيه من اول شهر وتاني شهر وربحيه كبيره جدا، بس لازم يبقى عنده مصابره ونفس طويل شويه، لان بعد كده الموضوع هيختلف معايا، مش بس مكاسب مادية، في مكاسب فكرية كبيرة جدا ومكاسب شخصية، الشخص بيتحول من A ل Z. دي حاجة من الحاجات. تمام. ايه أهم المهارات اللي الواحد بيكتسبها يا أحمد؟ يعني انتوا بتحاولوا انكم تعلموا الناس مهارات معينة علشان يعرف انه يتعامل في مجال التجارة الإلكترونية، ايه أهم المهارات دي؟ المهارات، في مهارات حاجه اسمها بيرسونال سكيلز وفي حاجه اسمها تكنيكال سكيلز. البيرسونال سكيلز هي مهارات التعامل مع الناس، الكوميونيكيشن سكيلز، ازاي اسمع، امتى ارد، برد بقول ايه، التوقيتات اللي انا ممكن اسمع فيها كفايه، او لو قدامي مثلا كده انا حاسس ان هو بيبعد عن اللي انا بقوله. ففكره التواصل نفسها دي بيرسونال سكيلز هايله جدا. فكره البادي لانجوج، ازاي بستخدم الطريقه اللي انا بتكلم بيها. التكنيكال سكيلز ان انا ازاي اقدر احول فلوس اونلاين مثلا، ازاي استقبل فلوس اونلاين، ازاي ابيع سلعة، ازاي حد لو رجع حاجه اقدر اتابع معاه، ازاي ابعت ايميل، ازاي ارد على ايميل، دي حاجات تكنيكال. فبيبقى في الاتجاهين، التعليم بيكون في الاول، الممارسه هي اللي بتخلي الشخص بروفيشنال مش التعليم يعني. هو بيتعلم البيزكس الاول، وبعد كده كتر الممارسه وبيكون في سبونسر معاه. يعني ايه سبونسر؟ يعني شخص بيتابع معاه اول باول يقدر يرجع له، بيصلح له مره الثانيه الثالثه، هو بيبتدي ينزل يجرب شويه، يشوف بيتكلم مع الناس ازاي، بيتكلم اونلاين ازاي. ففكره البيرسونال سكيلز دي مهمه جدا، ودي مهاره بتفضل معاه طول عمره بعيد حتى عن الشغل. وبالتالي يعني ممكن يكون ليها علاقه طبعا مهمه بالشغل، لكن كمان بره الشغل بيستفيد بيها. طبعا انا استفدت منها استفاده شخصيه في تعاملاتي في الحياه اصلا، في بيتي وفي حياتي وفي التعاملات، مكان في حاجات ما كانتش عندي. وانتوا كمان كلكم ما شاء الله بتتكلموا كويس،
يعني very presentable كده يعني. والله من النوع ده من الشغل ان احنا بنروح نتكلم مع ناس كتير غلطنا كتير في الاول، اخذنا بالنا ما كناش بنسمع كويس، ما كناش بنعرف نتكلم امتى نقف امتى، زي شغل حضرتك يعني. انتوا ما شاء الله ليه بروفيشنال، لان انتوا اتكلمتوا مع ناس كتير وقعدتوا قدام الكاميرا كتير، فخلاص تدريب. التدريب بالظبط. تمام. هل بيبقى عايز اقول ايه، بيحتاج لانه الواحد يدفع فلوس، يعني مش يدفع، بيحتاج لراس مال كبير ان الواحد يبتدي شغل على التجاره في التجاره الالكترونيه؟ بص حضرتك، انا لسه قايل لك من شويه ان الموضوع اهم حاجه في التجاره الالكترونيه ان هو بيوفر على التاجر المشترك الكوست. بس في التجاره الالكترونيه او بالذات مع فريق بليفرز في كذا كاتيجوري، واحنا لما بنبدا مش بنخلي الشخص بيبدا بمرحله الاحتراف، لا، هو زي ما كنا بنتكلم، هل انت الاول عندك طموح؟ طب يلا بينا نبتدي. بيبقى في زي عضويه مجانيه تماما، بيبدا الشخص، حتى الورش العمل بتبقى مجانيه واونلاين من البيت، وبتبقى حاجات على فكره كورسات، يعني هي الكوست بتاعها بره مكلف جدا، بس احنا متاكدين ان احنا اهم استثمار استثمار الشخص في نفسه. فلما بنلاقيه اساسا عنده الاستعداد ان هو يتعلم وعنده الويلنج او الرغبه في ان هو يتعلم المجال ده، فبنديله كل حاجه، لان احنا متاكدين ان اقوى استثمار لما نستثمر في شخص واحد، لان فريق بليفرز اتكون بثلاث اشخاص. لما كان ابتدى مستر احمد عماد ومستر احمد سيد وانا ابتدينا، كنا ثلاث اشخاص. النهارده الافات من الناس في العالم كله مش في مصر. ليه؟ لان احنا اشتغلنا على نفسنا كتير جدا، فبدانا ننشر الموضوع ده للناس اللي حوالينا. فبنبدا مع الاشخاص من غير راس مال خالص، لان التجاره الالكترونيه النهارده اي حد يقدر يعمل فيها بزنس. هو نظام حاجه اسمها افليت سيستم، يقدر النهارده ياخد افليت، بس بيبقى فيه ديل ما بينه وبين المتجر اللي خد منه الافليت ده، اللي هو انا النهارده مثلا هجيب لك ترافيك او هجيب لك عدد كاستمرز، يعني ناس كتير تيجي تشتري منك بخلال كوميشن احنا بنتفق عليها مع بعض. ده بيبقى مجانا تماما. بعد كده لما الشخص بيلاقي ان هو بيجي له ارباح، فبيحب ياخد اكتر من افليت سيستم لكذا متجر. فعشان ياخد الكذا متجر ده ويربطهم على بلاتفورم واحد، ده بيبقى ليه كوست، بس ساعتها بيبقى الشخص وصل لمرحله الاحتراف وعايز يزود من دخله كبير جدا. لكن في البدايه بتبقى توتالي فور فري، فدي من ضمن مميزات يعني التجاره. يعني انتوا معلش بس عشان اوضح للساده المشاهدين، انتوا بتدوا التدريب ده مجانا؟ توتالي فور فري طبعا. مجانا، مفيش فيه اي طبعا، مفيش اي في اي كوست خالص، واونلاين من البيت. النهارده ممكن نبقى قاعد بالظبط كل يوم عندنا ابلكيشن على الانترنت، بنبقى قاعدين، ممكن اكون قاعد في اللوبي اوتيل، ممكن اكون قاعد في البيت بتاعي، قاعد بشرح الفكره وناس بتسمعني من دول العالم كله مش بس في مصر، لانه منزل نفس الابلكيشن وبيخش على نفس التوقيت فور فري. تمام. لكن ناخد الخطوه يسجل، بتبقى برضه توتالي فور فري في الاول. تمام. وفي حاجه ثانيه، في شانل على اليوتيوب فيها تدريبات مسجله، ان الشخص حتى لو فاته تدريب معين ممكن يتابع ده. في ورش عمل ممكن تكون اوف لاين، ودي مش متاحه لكل تدريبات برضو من غير فلوس، يعني طبعا برضو كله على اليوتيوب ده فري، يوتيوب فور فري، لان هو بيتفرج بيكلفه الانترنت بس لو بيستخدمه. لكن فكره الكوست في اي بزنس، خلينا متفقين ان اي مشروع في الكون لازم فلوس في الاول. يعني الفرق بين التجاره الالكترونيه والتجاره العاديه ان التجاره الالكترونيه مش ببلاش والتجاره العاديه بفلوس، لا الاثنين بفلوس. بس الفكره نفس الفرص اللي انا باخدها في التجاره التقليديه بفلوس كتير ومخاطر عاليه، ممكن احققها عن طريق التجاره الالكترونيه بفلوس اقل وبريسك اقل. بس لو انا هتعامل معاها انها بيزنس وانها تجاره، هتنجح معايا جدا بشكل احترافي. يبقى الفرق انها مش اسهل، مش انها دي ببلاش ودي بفلوس، مش ده الكونسبت. فكره فور فري دي حاجه مؤقته ما تتعداش اليومين، لان لمجرد بس ان الشخص ياخد فكره، بس مش ده المجال. لا، هو فعلا لو عايز يستثمر اونلاين، انا مستحيل اتاجر في سلعه من غير ما اشتريها الاول. فلازم اكون باسس. لا انا فاهمه، انا بس بتكلم، كنت بتكلم عليكم انتوا يعني كمجموعه، ان انتوا بتقدموا الخدمه دي، خدمه التعليم والتدريب ده بتقدموه ببلاش للشباب. لكن طبعا اي واحد هيبتدي شغل لازم هيبقى عنده طبعا. لو خده كشكل مشروع بروفيشنال، اللي هو عايز يخليه يعني مصدر دخل، اللي هيبيع حاجه لازم هيشتريها الاول عشان يبيعها. تمام. طيب هل في يعني اقول ايه مشاكل معينه ممكن انها تصادف اي حد ابتدى يشتغل على في مجال التجاره الالكترونيه، انتوا يعني يبقى عارف انا هيصادفني كذا، 1 2 3؟ شويه حاجات بس احنا متقبلينها، لان احنا عارفين انها بنسبه كبيره مش هتطول. قله وعي الناس وبالذات الجيل الاعلى شويه، مش الشباب، مستوعب اللي احنا بنقوله تمام. الاجيال اللي ما احتكتش قوي بالانترنت، فبيكون بالنسبه لهم موضوع غريب جدا، يعني بقى 30 سنه كل اللي يعرفه عن التجاره ان هي محل. فلما اقول له اونلاين، فبالنسبه له ازاي يعني اونلاين تعمل فلوس؟ فاستقبال الناس للموضوع، عدم وجود انترنت في اماكن في مصر زي القرى، ده حقيقي، وده رايح ان شاء الله، يعني الموضوع ده بيزيد الفتره الجايه.
في السنتين اللي فاتوا كنت بلاحظ وعدم وجود كريدت كارد مع الناس، ان دلوقتي ما شاء الله الدوله اصلا حولتنا كلنا ان انا بروح ادفع. انا لسه كنت هسال السؤال ده، يعني تحويل الدوله الالكترونيه والرقميه بالظبط، الخدمات الرقميه اعتقد ده بيسهل. طبعا اللي احنا كنا هنعمله في 10 سنين الخطوه اللي عملتها الدوله دي خلتنا نعمله في سنتين، لان احنا زودت الوعي عند الناس، جرأتهم، عرفتهم ان ده مصدر ثقه مش حاجه زي ما انتوا فاهمين. ففي اكيد تحديات قابلتنا، بس الوقت كفيل ان هو بيغير مع الناس الحاجات دي كتير يعني. طيب بسمة، انت على المستوى الشخصي ايه الحاجات اللي انت شخصيا تعلمتيها من التدريب ده؟ ممتاز جدا السؤال ده. اول حاجه اتعلمتها ان انا ابقى في كوميونيكيت، يعني مهارات التواصل طبعا. تاني حاجه ان انا اتعلمت ان انا استخدم الانترنت بالشكل الصح. انا كنت الاول كنت بستخدم السوشيال ميديا كتير جدا، وكنت بقضي وقت كبير جدا من وقتي على السوشيال ميديا في لايك وكومنت وحاجات من دي. لا، انا دلوقتي بقضي نفس الوقت اللي انا كنت بقضيه قبل كده، بس بالشكل الامثل ان هو يقدر يعني يخليني يفيدني ويفيد غيري. وطبعا مهارات شخصيه وقدرت ان انا اتعلم يعني ازاي بقى انقل، بقى مفيش حاجه تقف عندي، انقل لغيري يتعلمها. وتعلمت حاجات بقى في بلاتفورم زي مستر شريف كان بيتكلم، ما كنتش اعرفها الصراحه قبل كده، تعلمت وبدات ان انا ادخل واعمل عمليات شرائيه اونلاين. وتعلمت ان في حاجه اسمها الكاش باك سيستم، وده اكبر نظام عالمي، وهي اكبر بوابه استرداد نقدي على مستوى العالم، كانش عندي اي فكره عنها خالص. ودي هي اللي يعتبر المتحكمه في كل الويب سايتس او المتاجر اللي على مستوى العالم كله. تمام. ودي يعتبر احنا يعني شغالين عليها، واستوردنا الفكره من الموضوع ده، ونقدر ان احنا نعلم بقى الموضوع ده للناس. انا للاسف وقتي انتهى، بس انا يعني سعدت بيكم جدا، وكل الافكار الجديده دي بتبقى مهمه قوي عشان الشباب يعرف انه يعمل مشروعات في ظل المشاكل الاقتصاديه اللي في العالم كله. انا بشكركم جدا، شرفتونا. شكرا لحضرتك يا فندم، شرفتينا. وبتمنى ان احنا نكون ادينا بس يعني مجرد فكره عن مجموعه من الشباب اسمهم بليفرز، وعندهم يعني بيعلموا الاخرين ازاي يتعاملوا مع مجال التجاره الالكترونيه. بشكركم مشاهدينا، وقابلكم ان شاء الله في حلقه جديده يوم السبت الجاي.